مرحبا خالتو. أهلين سمير. اللي أنت بدك مني شي؟ معقول خالتو؟ يعني أنا ما بجي لعندك غير إذا بدي منك شي؟ ما بقصد هيك، بس رح أقلك بصراحة، ما حدا بالبيت بيحكي معي إلا إذا بده مني شي، مثل كأني ماني مهمة أبداً. مزبوطة الحكي. يعني قصدي أنه ما بيحكوا معك إلا إذا بدهم منك شي شغلة، ومنتبه لهالشي كتير خصوصي وقت خالتو سيمي. أنت حكيت اللي كنت عم فكر فيه. خالتو أنا بعرف منيح بشو أنت عم تفكري، بفهم عليك منيح، ولهيك أنا تران تران جبت لك هي. شو هي؟ بطاقة دخول. مو معقول بطاقة دخول؟ طبعاً على المنتجع. شو حلو. أكيد هلأ لازم تروحي على المنتجع خالته. عن جد؟ وبدي منك ما تتأخري كمان. تعرف أنا رح كون كتير مبسوطة هنيك. خالته سيمي مستحيل أقتنع بفكرة إلغاء الحفلة لو شو ما صار. ما رح أعزم حدا حتى لو كان. حتى لو لو لو؟ ما حدا، انسى الموضوع. طيب ما بدي أحكي مع أي حدا بهذا الموضوع لو سمحت. بس أنا بدي أحكي معك بهذا الموضوع ولهيك إجيت لعندك. لو سمحت. بس يا شو اللي بعتني؟ شو هاد؟ عن جد هذا اللي صار خالتي. أول ما عرف إنه الحفلة التغت تضايق وزعل كتير وقدر يأمن لك مكان لتعملي فيه حفلتك. شو؟ إيه هو حجز لك بفندق 5 نجوم وقال ما بيصير تلتغى حفلتك الخاصة أبداً. أبداً ما بصدق. عم يحكي عن جد الحفلة ما راح تلتغى خالته. حقيقة أنا اللي خبرته، أنا قلت له ليش لا تأكل هم الحفلة؟ شو يعني إذا ما في حفلة التغيت؟ يعني خلص التغيت. لا تحكي هيك. أنا قلت هيك بس بتعرفي يا شو قال؟ قال لي إلغاء الحفلة تبع خالته سيمي شغلة مستحيلة، والحفلة لازم تصير لأنه هي بتعبر عن سمعة خالتي قدام الناس والسوء تبعها وإحساسها تجاه هالشي، لهيك ما حبي خجلك أبداً وفوراً حجز المكان. يا حبيبي عن جد ماني مصدقة. إيه هذا ابني شوفه منيح، لازم تتعلم منه شي شغلة. تعرف شو سمير؟ هون بهذا البيت ياشو هو الشخص الوحيد اللي بيهتم بمشاعري. صحيح. لازم روح خبر رفقاتي. استني بس استني. إيه؟ لا تنسي التفاصيل، المكان والمطعم والوقت مشان تعرفيهم بس تشوفي. ايه اكيد اكيد. بس ممكن سؤال؟ شو؟ مين هو الشخص اللي خبره لياش انه الحفلة هي التغيت؟ انا خبرته. انت شو عرفك؟ ما انا حكيت معه وخبرتك. نعم؟ عفوا؟ انت مين اللي حكى معك قولي؟ حكاكي جده. وكيف حكى معك؟ حكى من التليفون. وهذا التليفون لمين؟ تليفوني انا، وانا واقف قدامه وسمعت كل شيء، وانا خبرت ياش بكل شيء صار، لهيك تحمس كرمالك صح؟ ايه طبعا اكيد، طالما ياش حجز المطعم للحفله معناتها اكيد انا رح روح. تعرف شو لازم تروحي. ايه هي الحفله كثير مهمه.